أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، نبدأها بالعناوين. 4 قتلى بانفجار سيارة مفخخة استهدف موكبا لمحافظ عدن ومدير الأمن. وفد الحكومة في الكويت يعلن تعليق مشاركته في المشاورات احتجاجا على خروقات الميليشيا. تنظيم القاعدة يقر بمقتل عناصر له في المكلا ويضع شروطاً لانسحابه من أبيان. السلام عليكم. قتل 4 جنود وأصيب 8 آخرون في عدن بانفجار سيارة مفخخة في مديرية المنصورة استهدفت موكب المحافظ ومدير أمن المحافظة. وقال الناطق باسم شرطة عدن عبد الرحمن النقيب لقناة بلقيس إن سيارة مفخخة استهدفت موكب المحافظ ومدير الأمن شلال شائع قرب محطة بترولية في جولة كالتكس، ما تسبب بمقتل 4 جنود وإصابة 8 آخرين. وأكد النقيب أن المحافظ ومدير الأمن بصحة جيدة ولم يصابوا بأذى. وفي سياق متصل اتهم محافظ عدن عيدروس الزبيدي تنظيم القاعدة المدعوم من ميليشيا الحوثي والمخلوع باستهداف موكبه مع مدير الأمن في مديرية المنصورة. وقال الزبيدي في تصريحات صحفية إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت موكبهم بعد خروجهم من اجتماع في مقر قيادة التحالف في مدينة الشعب، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى. نواصل فتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام بين الحكومة والميليشيا في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. أعلن الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات الكويت تعليقه المشاركة في الجلسات المباشرة مع وفدي الانقلابيين. وقالت مصادر سياسية إن الوفد الحكومي قرر تعليق مشاركته في المشاورات عقب اجتماع صباح اليوم لمناقشة تداعيات الخروقات الأخيرة التي قامت بها الميليشيا. ولفتت المصادر إلى أن اتصالات أجراها الوفد الحكومي مع سفراء دول الخليج والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن لإطلاعهم على حجم الخروقات واستمرار الميليشيا بالحرب في كل الجبهات. جولة المحادثات في الكويت بشأن الأزمة اليمنية تتعثر. الحكومة علقت مشاركتها في المشاورات واعتبرت أن استئنافها يعتمد على تصحيح مسار التفاوض والأحداث على الأرض، ونوهت إلى أن وفدها جاء إلى الكويت أملاً في تحقيق انتقال سياسي ينبني على القرارات الدولية المتعلقة بالأزمة بحيث لا يكون فيه بقاء للانقلاب أو نفوذ للميليشيا. وفد الحوثيين والمخلوع بدا غير مكترث لتحفظات الوفد الحكومي، وكالعادة اعتبر مجيئه إلى الكويت فقط من أجل إضفاء الشرعية على الانقلاب. ففي الوقت الذي يجري الحديث عن ضرورة تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمعسكرات والمؤسسات، تعكس تحركاتهم على الأرض وهم الحديث عن هذه النقاط. فكيف بمن يضاعف من ترسانته العسكرية أن يذهب لتسليمها في الوقت نفسه؟ وكيف لمن يكثف القصف أن يجلس على طاولة الحوار بنية خالصة تؤمن بالحل السلمي؟ تعثرت المشاورات وما تزال في نقطة الصفر بعد 10 أيام على انطلاقها، فلا جديد حتى هذه اللحظة باستثناء ما كشف عنه المبعوث الأممي من رؤى قدمتها الأطراف فيما يخص المرجعيات التي تستند عليها المشاورات. مصادر في الوفد الحكومي قالت إن وفد الميليشيا يصر على تقديم الجانب السياسي
وتشكيل حكومة قبل البدء بالإجراءات الأمنية التي نص عليها القرار الدولي، بينما تتمسك الحكومة بتنفيذ النقاط الخمس المتمثلة في الانسحاب من المدن وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين، ومن ثم مناقشة الخطوات السياسية. أجواء الجلسة كانت إيجابية وبناءة، والجدير بالذكر أن كلا الورقتين تضمنتا الالتزام الكامل بالقرار 2216 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني. المتفائل الوحيد بهذه الاجتماعات العقيمة حتى الآن هو المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. لا أحد غيره يتوقع حدوث أي تقارب وشيك بين الأطراف الفاعلة في الملف اليمني. وبعيدا عن التفاؤل المفرط الذي يعبر عنه ولد الشيخ في مؤتمراته الصحفية، ليس هناك في الواقع ما يدعمه لا في جلسات المشاورات ولا في جبهات القتال. ينضم إلينا الآن من الكويت المحلل السياسي فيصل المجيدي. مرحبا بك سيد فيصل. أهلا وسهلا سيد فيصل. اليوم بعد إعلان تعليق المشاورات من قبل الوفد الحكومي، إلى أين تتجه المشاورات القائمة في الكويت؟ نعم أخي العزيز، أعتقد أن هذه الأمور يتضح من خلالها أن هناك وقجوة كبيرة، إذ أن نعم سيد فيصل، هل ما زلت معنا؟ نعم، إذن نعتذر، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالمحلل السياسي فيصل المجيدي. نستكمل. سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع على لواء العمالقة أكبر وحدات الجيش بعد اقتحام مقره في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران. وقال مصدر عسكري إن الميليشيا اقتحمت اللواء بعد أن أخرجت معظم أفراده من المقر بحجة استلام الرواتب من البريد في بعض المدن. أخيرا نجحت محاولة الجماعة الانقلابية وحليفها الرئيس المخلوع بالسيطرة على لواء العمالقة بعد أن شهد اللواء 29 ميكا عدة محاولات، لكنها كل مرة كانت توصف بالفاشلة، وهو ما أثار موجة استياء واسعة لدى المراقبين، خصوصا في ظل انعقاد مشاورات الكويت التي تنص بعض بنود المرجعيات فيها أن تسلم جماعة الحوثي الانقلابية أسلحتها. تأريخ حافل مر به هذا اللواء المغدور الذي يقع أعلى الجبل الأسود في محافظة عمران، إذ تتحدث بعض المعلومات أن قيادات بارزة تابعة للرئيس المخلوع طلبت من الضباط والجنود التوجه لاستلام مرتباتهم، ومن ثم اقتحمت عناصر الميليشيا مقر اللواء وسيطرت عليه ونهبت أسلحته بالكامل. لواء العمالقة الذي يقع في مديرية حرف سفيان، تقول بعض المصادر إن الزج بكتائبه في معارك حرب 94 وحروب صعدة 6 أيضاً هي محاولات للتخلص منه، بما فيها محاولات تغيير قياداته منتصف العام 2013، وهو ما أثار حينها غضباً واسعاً أوساط الضباط والجنود. من أدى للحوثي حق الوصاية في زعطة؟ من أدى لبيت حميد الدين حق الوصاية في الشعب؟ جاء كل ذلك بعد أن تعرض لواء العمالقة للتهميش والإهمال من قبل نظام صالح الحليف الرئيسي في إسقاط مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية في قبضة ميليشيا الحوثي وآخرها لواء العمالقة. بالعودة للاتصال السابق مع الصحفي أو المحلل السياسي فيصل المجيدي،
سيد فيصل، كنت قد سألتك يعني مشاورات الكويت اليوم، تم تعليق يعني تعليق هذه المشاورات من قبل الوفد الحكومي، إلى أين تمضي هذه المشاورات؟ كما أسلفت فإن البون شافع بين الطرفين، إذ أن المرجعيات حقيقة المحددة من كل طرف تختلف تماما. الوفد الحكومي قدم رؤيته وهي منبثقة من القرار الأممي وتتفق حتى مع الأجندة المقدمة من الأمم المتحدة متمثلة في القرار الأممي 2216 ومخرجات الحوار الوطني وكذلك المبادرة الخليجية. الحوثيون قدموا رؤيتهم منطلقة من ما يسمونه باتفاق السلم والشراكة والدستور، ثم يتحدثون عن مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية ويقولون ويعرجون بأنه ما يتفق مع قرارات يتفق معهم من قرارات مجلس الأمن، أي أنهم غير مقرين وليسوا معنيين بالقرار 2216. تأتي أيضا إلى الرؤية، هم ينطلقون من الرؤية السياسية بمعنى يريدون حكومة وحدة أو شراكة وطنية بعد إيقاف كما يقولون إطلاق تحليق الطيران، وهذه الرؤية أيضا العملية السياسية يطالبون بتشكيل حكومة وطنية، ثم بعد ذلك بعد أن تكون هناك حكومة وطنية وبعد أن يستغرق الوقت يمكن أن الحديث عن بقية الجوانب الأخرى، بمعنى يريدون حكومة وطنية منطلقة لتكون هي في الأساس الموجودة والتي تشرع للانقلاب، ومن ثم بعد ذلك يمكن أن يثيروا حروبهم تحت راية الدولة ويسقطوا الشراكة أو تكون شراكة سورية. نعم، ولكن يعني بطبيعة الحال التعليق الذي تم اليوم يعني هو عبارة عن ضغط على الميليشيا ل يعني للعودة، يعني أو نستطيع القول للسير بشكل مستقيم يعني بما يخدم المرحلة القادمة، أم أن التعليق يعني هو تعليق بشكل نهائي بعد أن وصل الوفد إلى طريق مسدود؟ بكل صراحة التعليق أساسه التالي: الخروقات المتكررة وبالتحديد في مدينة تعز قصف المدنيين واستمرار الحصار وتفجير 4 منازل وقتل 18 شخصا وجرح ما يقارب 68. الخروقات وصلت إلى 1800 منها 950 في مدينة تعز، كذلك الاقتحام الذي حصل لمعسكر لواء العمالقة، ولعل الحكومة الشرعية كانت قدمت رؤيتها بأن من سيستلم الأسلحة هي كما يقال المعسكرات التي لم تشترك في الحرب أو لم تشترك حتى سواء بالحرب أو بالانقلاب، وكان من ضمنها هذا المعسكر، وبالتالي عجل الحوثيون باقتحامه واستلام الأسلحة أو أخذ الأسلحة ونهبها، وبالتالي الحكومة تفاوضهم هنا على تسليم الأسلحة وهم يقومون بنهبها في اليمن، وهذا هو الذي أزعج الحكومة وبالتالي أصدرت هذا الموقف. هذا الموقف لا شك أنه ربما يتحول إلى موقف نهائي وربما يتحول إلى انسحاب كامل إذا لم تتدارك الأمم المتحدة والدول 18. هناك محاولة الآن من الدول 18 والأمم المتحدة للالتقاء بالوفد الحكومي، وهناك اتصال الآن من رئيس وفد أو بمعنى أصح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي بالوفد الحكومي لمحاولة تدارك الأمر ومن ثم إزالة مثل هذه الإشكالات. أعتقد أن في الأساس لا مستقبل حقيقي لهذه المشاورات ما لم يعد للمفاوضات أسسها الصحيحة، ويتوقف عنف الحوثي تماما لأن الناس متضايقون، تتحدث عن هدنة والقتل مستمر وآلة الإجرام لا تزال حتى هذه اللحظة تعمل بشكل شنيع. نعم، المحلل السياسي فيصل المجيد كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن هجوم الميليشيا على لواء العمالقة ينسف مشاورات السلام المنعقدة في الكويت، وأضاف المخلافي في تغريدة له على تويتر: الدولة والحكومة صبرت وتحملت من أجل إعادة السلام إلى البلاد، وستتخذ الموقف المناسب ردا على ما وصفها بجريمة الحوثي في معسكر العمالقة بعمران. قالت صحيفة سعودية إن سلطات الأمن الكويتية اعترضت وفدا إيرانيا أرسلته سفارة طهران في الكويت لمساعدة وفد الميليشيا في المشاورات، ومنعته من الوصول إلى محيط قصر بيان حيث يتواجد أعضاء الوفدين، وطالبته بالعودة. ونقلت صحيفة الوطن عن المصدر قوله إن عددا من المستشارين الإيرانيين كانوا متواجدين على مقربة من المكان الذي تدور فيه المشاورات، وكان عدد من أعضاء الوفد الحوثي يترددون عليهم لإطلاعهم على سير المفاوضات.
وأضافت أن الوفد الحكومي رصد هذه التحركات وأبلغ بها ولد الشيخ، ما دفع المبعوث الأممي إلى الطلب من السلطات الكويتية بعدم السماح بوجود أي أشخاص غير أعضاء الوفدين ومستشاريهم المعتمدين في محيط قصر بيان. ميدانياً استشهد مدني برصاص ميليشيا الحوثي والمخلوع، وأصيب 5 آخرون في تجدد القصف على أحياء تعز. وقالت مصادر محلية إن أمجد عادل المتحري سقط برصاص قناص حوثي في شارع 30 قرب مقر اللواء 35 مدرع. وأضافت المصادر أن 5 مدنيين أصيبوا في قصف الميليشيا عددا من الأحياء المدنية في أو من مواقع تمركزها في تبة سوفتيل والسلال ومنطقة الحرير. هذا وتواصل الميليشيا تشديد حصارها على المدينة مانعة حرية التنقل ووصول المواد الأساسية. في تعز أيضاً قال مراسل بلقيس أن صاروخي كاتيوشا سقطا على قرية دبة في الأقروض. وأضاف المراسل أن صاروخين أطلقتهما الميليشيا على قرية دبة من مواقع تمركزهما في دمنة خدير، ولا أنباء عن ضحايا حتى الآن. وأكد أن الميليشيا قصفت قرى بلعان والنجاري الشرقي والعاديات من أماكن تمركزها في الخلل، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. اندلعت اشتباكة عنيفة بين المقاومة والميليشيا بين مديريتي الوازعية بتعز والمضاربة التابعة للحج. وقالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة وقعت في منطقة الظهرة والمجر وتبت العصوارة في منطقة الأحيوق التابعة للوازعية، وفي منطقة الظهرة في الأغبرة التابعة لمديرية المضاربة في لحج. وأضافت المصادر أن قتلى وجرحى سقطوا من الميليشيا في قصف مدفعي متبادل بين الطرفين، فيما جرح أحد أفراد المقاومة. إلى محافظة لحج، قال المتحدث باسم جبهة العنت قائد نصر إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تصدت لهجوم شنته الميليشيا على مواقعهم في منطقة كرش. وأضاف نصر في بيان أن 8 من الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح خلال تصدي الجيش للهجوم. وأضاف أن الميليشيا حاولت التقدم باتجاه مواقع المقاومة تحت غطاء ناري مكثف، أصيب على إثرها أحد أفراد المقاومة بشظايا قذيفة مدفعية. أقر تنظيم القاعدة بمقتل عدد من عناصره خلال الحملة العسكرية التي شنها الجيش المسنود بمقاتلات التحالف على مدن ومديريات ساحل حضرموت. وقال التنظيم في بيان له إنه انسحب من ميناء المكلا لإنقاذه من الدمار، ومعتبره تفويتا للفرصة على العدو في نقل المعركة إلى المنازل والأسواق. وأعلنت قوات الجيش تحرير مدن ومديريات ساحل المحافظة من سيطرة القاعدة في 25 من إبريل الماضي بالتزامن مع قصف مكثف لطائرات التحالف العربي. من جانبه أكد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد بن بريك أن خطة تحرير المحافظة من عناصر القاعدة أنجزت بنسبة 80%، ولم يتبقى إلا بعض الجيوب. وأضاف أن قوات الجيش أسر 60 عنصرا تابعا للتنظيم، فيما أعلن 320 آخرون رغبتهم بتسليم أنفسهم للقوات الحكومية. العملية تجري بحسب الخطة، وحتى الآن نقدر نقول أنه 80% من النسبة المحددة لتنفيذ العملية قد أنجز، ولم يتبقى إلا مطاردة وإخراجهم من أوكارهم وبالتالي القضاء عليهم أو استسلامهم. لدينا الآن بحسب علمي ما يتجاوز من 60 شخص من عناصر القاعدة أسرى، ما يقارب عن 320 نفر باتصالات من الأهالي
والشخصيات، على أساس هؤلاء سيقدموا أنفسهم. يواصل الجيش الوطني في محافظة حضرموت عملياته العسكرية ضد عناصر تنظيم القاعدة، ساعيا لتطهيرها بشكل كلي وتأمينها من أي تواجد لمسلحي التنظيم. وكان آخرها العملية التي استهدفت معسكرا تدريبيا ومخازن أسلحة في حضرموت الوادي، كان يتخذ التنظيم مركزا لعملياته في المحافظة. خطوة جديدة يحققها الجيش الوطني في حربه ضد تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، وهو ما قد يغير من سير العمليات العسكرية التي تستهدف التنظيم خاصة جنوب وشرق البلاد. عملية عسكرية مباغتة استهدفت تنظيم القاعدة في حضرموت الوادي، حيث التجمع الأكبر لهم منذ أن سيطروا على مناطق عدة في المحافظة في إبريل الماضي، إذ نفذت وحدات من قوات الجيش الوطني التابعة للمنطقة العسكرية الأولى عملية عسكرية واسعة، وسيطرت من خلالها على مخازن أسلحة تتبع التنظيم في وادي سر بحضرموت، ويعد هذا مؤشرا على استمرار الضربات المتلاحقة التي يتلقاها التنظيم هنا. هذه الصورة تظهر حجم الأسلحة المتنوعة التي كانت بحوزة التنظيم، وينفذ من خلالها عملياته ضد وحدات الجيش، ويهدد الأمن والاستقرار في حضرموت. بل إن معسكرا تدريبيا هو الآخر في ذات الوادي سيطرت عليه قوات الجيش بعد أن كان منطلقا لعمليات التنظيم في المحافظة وغيرها من المحافظات المجاورة. أسلحة مختلفة خزنها التنظيم في هذا الوادي أملا في توسيع عملياته في أكثر من محافظة، لكن العمليات التي استهدفتهم حالت دون ذلك، ما يثبت أن حربا حقيقية مستمرة ضد التنظيم. جاهزين؟ الذي لم يسعفهم الوقت نظرا لمداهمة أبطال الجيش لوكرهم لم يسعفهم الوقت. إلى ذلك، عثر مواطنون في مدينة المكلا على متفجرات وعبوات ناسفة داخل مركز شرطة في حي بعبود، كانت قد زرعتها عناصر تنظيم القاعدة قبل دحرها من قبل قوات الجيش الوطني. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر أمني قوله إن الأجهزة المختصة وخبراء المتفجرات باشروا بتفكيك العبوات الناسفة، وأشار المصدر إلى أنه تم العثور على مواد خطرة وأسلاك ومواصلات كهربائية وصواعق وهواتف نقالة كانت موضوعة تحت أكوام القمامة في المبنى. وفي سياق آخر، يواصل ميناء المكلا حركته التجارية والملاحية بصورة مستمرة دون أن تؤثر المواجهات التي تشهدها المدينة بين عناصر التنظيم والجيش على أدائه، ويأمل المواطنون أن يشهد الميناء خلال الفترة المقبلة نشاطا ملحوظا مع استعادة الحكومة السيطرة على المدينة. مراسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل. عاد ميناء المكلا وواجهة حضرموت الاقتصادية من جديد، مارست نشاطه التجاري والملاحي بصورة طبيعية للغاية بعد الأحداث التي عاشتها المدينة خلال الأيام القليلة الماضية والمواجهات المسلحة بين مسلحي تنظيم القاعدة وقوات الجيش الوطني ووحدات النخبة الحضرمية المدعومة من قبل قوات التحالف العربي، والتي انتهت بتحرير الجيش للمكلا وفرض سيطرته على كافة المؤسسات والمرافق فيها وعلى رأسها الميناء. ميناء المكلا من الأماكن الهامة جدا، العمل يصير في هذا الميناء بصورة طبيعية ولم نغير أي شيء سوى أننا نوفر الأمن والأمان لكل إنسان مرتبط بعمل في هذا الميناء. نشاط الميناء نشاط مستمر ودوب، وزي العادة نحن بدأنا العمل واستمرينا في تفريغ عدد من الشحنات في الميناء في ظل هذه الظروف التي نعتبرها هي أفضل الآن من ناحية أمنية. أحب أوجه رسالة للتجار بأن يستمروا في نقل بضائعهم عبر ميناء المكلا، والوضع طيب والأمور طيبة إن شاء الله ولا في أي مشكلة. فميناء المكلا لم يعد اليوم ذلك الميناء الصغير الذي حرص نظام المخلوع صالح للعقول على تهميشه وإبقاء نشاطه منحصرا على الإسمنت والحديد وغيرها من مواد البناء، أصبح محطة لعشرات السفن التجارية والخشبية التي تصله يوميا وتحمل على ظهرها جل احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والمواد الغذائية. فالموقع الاستراتيجي والأحداث الجارية في البلاد دفعت الميناء رغم افتقاره للكثير من الإمكانات أن يحتل لنفسه أهمية كبرى، جعلت منه الرئة البحرية التي يتنفس منها اليمنيون في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها بقية موانئ البلاد.
وربما هذا ما أراد محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك تأكيده من خلال جعل أول زياراته الميدانية في المدينة بعد تحريرها من نصيب الميناء. لم يتأثر نشاط تجاري الميناء المكلى بالأحداث، بل تستمر الحركة كما هي وسط توقعات بأن يشهد الميناء خلال الفترة المقبلة نشاط أكبر. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، ميناء المكلا. قالت مصادر عسكرية في محافظة أبين إن عناصر تنظيم القاعدة قدمت 3 شروط لمغادرتهم المحافظة. وذكرت المصادر لقناة بلقيس أن التنظيم طلب مغادرة المحافظة شرط عدم اعتراض عناصره في أي مكان وتسليم المحافظة لزعماء قبائل، بالإضافة إلى منع تدخل اللجان الشعبية نهائيا. وأكدت أن شروط التنظيم رفضت من قبل السلطة المحلية والمحافظ. ينضم إلينا الآن من أبين أمين عام محافظة أبين آمنة العبد. سيدة آمنة مساء الخير. مساء النور. سيدة آمنة، اليوم يعلن تنظيم القاعدة عن شروط للانسحاب من مدينة أبين أو من المحافظة بشكل كامل. ما طبيعة هذا الانسحاب؟ يعني هل أو هذه الشروط هل تمت يعني بفعل الضغط القائم على هذه الجماعة، ما تم في حضرموت وأيضا العمليات التي أوشكت أن تبدأ في محافظة أبين؟ طبعا في أبين نفس الشيء، في هناك ضغط شعبي وجماهيري وأيضا عسكري وسياسي على جماعة القاعدة أنها يعني تسلم أبين بشكل سلمي تجنب البلاد الويلات. كفاية أبين معانت من 2011 ولا الآن، وأبين هي المظلومة وأبين هي المجروحة. نعم. طبعا هذه الوساطات نحن كلنا سمعنا عنها كسلطة محلية مثلنا مثل أي مواطن من مواطني أبين. نعم. ولكن ما عندنا أي أسماء الناس اللي قاموا بالتفاوض مع العناصر القيادية من القاعدة. ولكن هنا يعني نحن كلنا نحب لو بينسحبوا بشكل سلمي يجنبوا أبين ويلات الحرب والخوف والفزع للناس في محافظتنا. طبعا سنشيد ونوقف كلنا مع هذه المبادرة الجيدة إذا كان بيخرجوا بيسلموا محافظة أبين مثلها مثل كل المحافظات تعيش في وئام وتعيش في أمن والسلام. نعم. وأيضا الآن من أجل التنمية. جيد. لكن سيدة آمنة، يعني نعم سيدة آمنة، يعني هو من ضمن الاشتراطات عدم تسلم المقاومة الشعبية أو اللجان الشعبية للمدينة نهائيا، ما سر هذا الاشتراط تحديدا؟ طبعا اللجان الشعبية هي جزء من الشعب، ولكن بالنسبة للسلطة هناك في أمن وفي جيش اللي قام بالحملة. طبعا الحملة هي قامت برئاسة رئيس المنطقة وأيضا محافظ المحافظة ونائب وزير الداخلية. نعم. هم اللي يقودوا العملية العسكرية داخل المحافظة، واللجان هي جزء لأرض جزة، ولكن المهمة الأساسية ستكون العسكرية للجيش والمقاومة الجنوبية التي ستقود إن شاء الله العملية. ولكن نحن كلنا نأمل أنها تتجنب يعني محافظة أبين ويلات الحرب. كفاية مقد عاشت من ظلم، كفاية ما عاش من تشرد ومن نزوح. نعم. الآن نحن في عندنا نازحين من محافظة أبين نتيجة للآن اللي جرى داخل المحافظة. الناس كلها طبعا تفاض من القاعدة أنها مسيطرة الآن داخل أبين، وإن شاء الله يعني أن الوساطات إذا في أي وساطات. ولكن نحن قصر محلي عندنا اليوم كنا في الاجتماع المكتب التنفيذي كسلطة محلية، ما عندنا خبر عن أي وساطة. وضحت الصورة سيدة أمنة. في وساطات. نعم. لصالح العام، وأيضا نشكر المسيرات التي خرجت تندد بخروج القاعدة من داخل محافظة أبين. نشكر كل جماهيرنا اللي واقفين الآن وكل الوساطات وكل الناس التي الآن تشكل من أجل يخرجوا بسلام. وأيضا أنا ضم صوتي إليهم ونناشد القاعدة أن تخرج، ولكن لو يحبوا أبين لأنهم أبناءنا
وهم مش قرب بعضهم أبنائنا، هي إنه أهلهم التشرد والنزوح. نعم، شكرا سيدة أمين العبد، وضحت الفكرة، وضحت الصورة السيدة أمين العبد أمين عام محافظة أبيان، شكرا جزيلا لك. أطلقت قوات التحالف العربي صاروخي أرض أرض من قاعدة العنت على مواقع تنظيم القاعدة في محافظة لحج، وقال المتحدث الرسمي باسم جبهة العنت إن قوات التحالف استهدفت مواقع لتنظيم القاعدة بصاروخي أرض أرض، هذا وشنت قوات الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي حملة عسكرية لتطهير لحج من عناصر تنظيم القاعدة. يعد مرض حمى الضنك من الأمراض الأكثر انتشاراً في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى ظروف قاسية تعانيها المدينة، تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. بيئة خصبة للأمراض هي مدينة الحديدة، فمنذ ظهور حمى الضنك لأول مرة في اليمن قبل سنوات عديدة مضت، كانت هي المكان الأول الحاضن لهذا المرض. المدينة التي ترتفع فيها درجة الحرارة لتصل متوسط الحرارة فيها إلى 29 درجة مئوية خلال أيام السنة، تشر فيها العديد من الأمراض الوبائية وتتكاثر بشكل يومي، فمياه الصرف الصحي الطفيحة في شوارعها وانعدام الخدمات الضرورية يساعدان كثيرا على ذلك، فيما تمتلئ المستشفيات بالمصابين لكنها تعجز وفق إمكانياتها المتاحة عن معالجتهم ليفترس الموت العديد منهم. المدينة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع لا تمتلك أي خطط أو إمكانيات لمواجهة تلك الأمراض أو حتى الحد منها، فكل ما يمكن فعله فقط هو إقامة فعاليات للتوعية بمخاطر هذه الأمراض وبالأخص حمى الضنك المتفشي بشكل كبير، إذ أقامت وزارة الصحة والسكان وجمعية أنا من أجل بلدي فعالية بحضور عدد من المشاركين، لعلها بهذا تستطيع توعية العديد ممن يسكنون الحديدة بالمخاطر وطرق الوقاية وتشخيص المرض للقضاء عليه بالوعي المجتمعي أولا. يصارع أبناء مدينة الحديدة للبقاء أحياء في ظل ظروف صعبة يعيشونها من حرب ومرض، وتبقى فرص النجاة معلقة بأمال من ينقذهم مما يواجهونه. في مأرب يعاني المئات من النازحين في منطقة دنة بمديرية صرواح من تدفق السيول نحو مخيم الإيواء في المنطقة، وغمرت السيول القادمة من جبال البيضاء ودمار عددا من منازل النازحين في المنطقة، كما غمرت بئر الشرب الوحيد في المنطقة. يعاني آلاف النازحين في منطقة ذنة بمديرية صرواح من تدفق السيول نحو مخيم الإيواء الوحيد في المنطقة. النازحون من جحيم الحرب وعصف الميليشيا في صرواح أصبحوا الآن تحت عصف الطبيعة، محاصرين بمياه السيول وقلة الإمكانيات، فيما لا يوجد أحد يسأل عنهم ولا يهتم لأمرهم. والله احنا نزحنا من صرواح لنا سنة وشهر، نزحنا في الجبال والحمد لله سكننا لهذا الحين، جات رحمة ربي الأمطار هذه، طلع السد فوقنا، طلع السد فوقنا وغرقت العيدان والمعارش ودي صلحنا كلها كامل. في هذه المنطقة توجد نحو 700 أسرة نزحوا من مديرية صرواح في شهر إبريل من العام الماضي بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على المديرية، وهي الآن تعيش في العراء بعد أن أغرقت السيول ما بنته خلال عام. ما طوال المنطقة تغمرها المياه وعشرات المنازل غارقة في الماء والعشرات الأخرى تهددها وتحيط بها المياه، والمشكلة التي يعاني منها السكان عدم المساكن وخزانات المياه وعدم توفر مياه الشرب، ونناشد الجمعيات والمحافظ والجهات المسؤولة بسرعة إغاثة النازحين. المنازل البسيطة التي أقامها النازحون على عجل غمرتها المياه، كما غمرت بئر الشرب الوحيدة، فيما النازحون يطالبون السلطة المحلية والمنظمات المعنية بإغاثتهم بصورة عاجلة وتوفير مياه صالحة للشرب وخزانات لاستيعاب المياه وكذا خياما للإيواء. يحتفل العمال في العالم بعيدهم الذي يصادف 1 مايو من كل عام، مناسبة تأتي مع فقدان الآلاف من العمال وظائفهم وأشغالهم بسبب الحرب التي شنتها الميليشيا على معظم المناطق في البلاد ومنها مدينة عدن. مراسلنا آدم الحسامي والتفاصيل. إضافي والراتب ما يكفيش، إن احنا محتاجين ولا احنا مصاريف ولا احنا إيجارات ولا احنا شغالين. لا يملك العامل يحيى ترف الاحتفال بعيد العمال، فالعمل في هذا اليوم العالمي سيضيف له بعض الريالات الإضافية
فوق راتبه الذي يعادل $100 شهريا. هكذا تتلخص معاناة العامل اليمني الذي لم يفقد عمله بعد، عوضا عن مئات الآلاف من العمال الذين فقدوا أعمالهم بسبب حرب دمرت الكثير من المؤسسات والمرافق والمصانع. توقفت بعض المصانع وأدى إلى توقف مئات العمال أو آلاف العمال بعد الحرب يعني. مأساة عمالية أخرى في عدن حدثت قبل الحرب بسنوات تتمثل بخصخصة المؤسسات العامة. هذا الإجراء عطل الكثير من المصانع التي انتقلت إدارتها إلى القطاع الخاص. الخصخصة قد يستغل صاحب العمل، قد يستغل العامل من حيث الأجرة، من حيث ما فيش هناك علاوات، ما فيش أشياء ترغيه إلى ما هو أعلى، ما فيش هناك ضمان. يتذكر عمال عدن سنوات خلت كان الواحد من مايو عيدا وطنيا تتزين له الشوارع، والآن صار للعامل هم واحد. مشهد غريب أن يخلو في هذا اليوم مسرح اتحاد النقابات العمالية، والذي يحكي مبناه واقع هذه النقابات التي كان لها دور الريادي في الماضي. في هذا المسرح كانت تقام الاحتفالات السنوية بمناسبة عيد العمال. الآن تواضعت أحلام العمال كثيرا متمنين الحصول على المعاش الشهري ليس إلا. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. باللعب والرسم والغناء يحاول عدد من الأطفال في محافظة ريما التغلب على الآثار النفسية التي تركتها الحرب لديهم. تقرير التالي والتفاصيل. التدرب على مقاومة فواجع الحرب حدث يصنعه الأطفال في ريما، فذاكرتهم الضجة بصخب الصراع ما زال فيها متسع للحلم والفرح. باللعب والرسم والغناء والقصة وأنشطة أخرى يحاول هؤلاء الصغار الهروب من تأثيرات الاقتتال الدائر في البلاد إلى مساحة حياة صديقة. فهؤلاء الأطفال الذين عاشوا معظمهم أجواء العنف والنزوح يسعون للتغلب على صدمات ما عاشوا خلال عام بأنشطة متنوعة ضمن إمكانات صعبة ولكنها مثمرة. هنا يطل المستقبل من أعين الصغار على هيئة علبة ألوان وكراسة رسم تبدو وسيلة للمقاومة والتمسك بالحياة. لا بد إلى أمام هؤلاء الصغار للهروب من كوابيس الحرب سوى الالتحاق بمساحات صديقة يجدون فيها متسعا لنسيان الخوف والرعب. يعلل المعنيون وجود هذه المساحات بكونها محاولة لإفراغ الطاقات السلبية التي دخلت نفوس هؤلاء الصغار وتكررت في يومياتهم كمشاهد عنف. حرصاً منا على أن نكون قريبين من الأطفال، عملنا على إنشاء هذه المساحات الصديقة، وعدينا كادر متخصص للعمل في المساحات من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وكذلك المنشطين القادرين على التعاون مع الأطفال في مثل هذه الظروف. كلفة الصراعات يدفع ثمنها الأطفال، لكن لأطفال ريمة حق الحلم بانتهاء الحرب المشتعلة في عموم البلاد، وبذلك تكون أنفسكم قد تلقت الدعم الأكثر في مساحات حياة صديقة للانطلاق وبناء مستقبل أفضل. كل هذه الاشتغالات يحاول من خلالها هؤلاء الأطفال الخروج من وطأة آثار الحرب إلى مساحات حياة صديقة، كما هي تجسيد حي لطفولة حياتهم في زمن تغيب فيه عناوين الطفولة. علي الجرري، قناة بلقيس، ريمة. ختاماً هذا تذكير بالعناوين. 4 قتلى بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكباً لمحافظ عدن ومدير الأمن. وفد الحكومة في الكويت يعلن تعليق مشاركته في المشاورات احتجاجاً على خروقات الميليشيا. تنظيم القاعدة يقر بمقتل عناصر له في المكلا ويضع شروطاً للانسحاب من أبيان. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى الملتقى في أمان الله.